الآن سنعيد الخطوات مع زخرفة جديدة، ولكن المرة راح نختار شكل خماسي منتظم. بعدين أنتم تقدروا تكملوا مثلاً سداسي منتظم، سباعي منتظم، وهكذا. يعني يمكن الفكرة وصلت. نبدأ من هنا من عند البوليغونز زي ما كنا نختار دائماً regular polygons، نختار نقطتين، بعدين نختاروا خماسي، نعمل أوكي، نسوينا أوكي. الآن سنصل اللي هو الأقطار، أقطار الشكل الخماسي اللي هو بين رأسين متقابلين، لا مش رأسين متقابلين، يعني إحنا وانا بدنا نعمل السنتر. فكيف نجيب السنتر تاع الشكل؟ بنقدر نجيب هنا نقطة المنتصف ميد بوينت، هاي الميد بوينت، ميد بوينت، ميد بوينت لكل شكل من الأشكال. لاحظوا وجاب لك يا الميد تاع الشكل أصلا جابه بكل بساطة، أو إني أنا بوصل بينهم. الآن خلينا نعمل بدون ما نوصل القطع المستقيمة، أوكي؟ يعني ممكن نسوي بهذه الطريقة، أو نوصل مثلا بس قطعة واحدة منهم حتى نغير الزخرفة، حتى نغير يعني المود اللي كنا نشتغل عليه. الآن بعد ما نخلص من هاي العملية نعمل عملية الروتيشن. نحن اتفقنا راح نعمل بس روتيشن وإيش وريفلكشن. يلا نعمل هياتها، خليها قديش 45 درجة هالمرة. خلينا نغير من 45 درجة، خليها مثلا 60 درجة، ونشوف ايش اللي راح يصير معنا. انت كل كويس، يعني مش كثير حلوة. نتراجع انا، نعمل مرة ثانية الروتيشن حوالين هاي النقطة، نكبر هذا، خليها 180 درجة زي ما بدينا مع المثلث. يعني كان الشكل احلى شوية هالمرة. طبعا هون الدايناميك اللي هو الشكل الاساسي اللي احنا مسويه اللي هو النقاط الزرق، والباقي كلها عبارة عن توابع لها. ممكن ألغي المنتصفات إذا ما حبيتهم، يعني أخليها نقاط المنتصف عشان بس يطلع الشكل أحلى وأجمل بالإخراج، مش أكثر من هيك. ممكن هذولا كليات أشيلهم نقاط المنتصف، هذا بيعطيك يعني مرونة في أنك أنت كيف زخرف الشكل اللي بدك إياه أو بالطريقة اللي أنت تراها مناسبة. لاحظ كيف نشلت النقطة، ممكن أوصلها أو أخليها بس بدون شكل. الآن شو بدي أسوي؟ بدي أعمل مرة ثانية انعكاس لهذا الشكل. كيف لك تسوي انعكاس؟ وهنا بهاي الحالة أنا مضطر أوصل القطعة المستقيمة هذه مرة ثانية. من وصلتها بدي أرسم خط موازي لهذه القطعة من هذه النقطة. الآن بدي أعمل انعكاس، هاي الانعكاس، بدي أعمل انعكاس للشكل في هذه النقطة. ممكن أكرر العملية، ممكن أسوي هسيات إشي أقوى من هيك، اني اوصل مثلا الخط لفوق، اعمل خط مستقيم يمر، او قطعة مستقيمة، خليها خط مستقيم احسن، يمر بالنقطتين اللي فوق، واعمل انعكاس لهذا الشكل في هذا الخط. وبعدين اصير اتحكم في الحجم من خلال النقاط الاساسية. طبعا احنا ما بننسى هون ان نروح نلون الشكل الأساسي اللي هو اللي بديت فيه أنا، اللي هو البوليغون الأصلي، اللي هو هذا اللي كاين اللي كنت أشتغل عليه، اللي هو هذا الشكل. وأغير لونه، حكينا للأخضر، وألونه تلوين كامل. لا مش هذا الشكل اللي بدي ألونه تلوين كامل، نرجعه مثل ما كان بلونه الأصلي، أو خليه بلون مش مشكلة، بس عشان هيك أميزه. الآن بدي أوصل على الشكل اللي هو المطلع الثاني، هذا البوليغون، وأغير لونه، شوفياته صار أخضر، وعمل الفيل تاعه حتى يكون هو الشكل المميز اللي أنا بدي أحركه، اللي من عند النقاط الخضراء، حتى يكون واضح عندي. أنا بقدر أستخدم هذه لتبليط قطعة أرض مثلا، شيء مثل هيك، وأخرجها بإخراج رائع جداً.